طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانا بطرق النعاد والدجداش البيضة. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. احنا وين رايحين؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نتحدث في الجزء الاول من هذه الحلقه حول تخصيصات الحشد الشعبي ضمن الموازنه العامه لعام 2019. اثارت التخصيصات الكبيره لميليشيات الحشد الشعبي من موازنه العام 2019 والتي زادت عن 9 تريليونات دينار عراقي، اثارت ازمه سياسيه جديده، حيث تؤكد اطراف عراقيه بانها سترفض التصويت عليها في البرلمان. النائب الكردي أحمد الحاج رشيد قال في بيان صحفي اليوم السبت بأن حصة قوات البشمركة الكردية من موازنة وزارة الدفاع ضمن مشروع موازنة العام 2019 بلغت 37 مليار دينار عراقي، وأوضح بأن مؤسسة مكافحة الإرهاب والتي يبلغ تعداد منتسبيها 12 ألف مقاتل تستلم أو سوف تتسلم 700 مليار و91 مليون و187 ألف دينار عراقي. من المنتظر أن يقر البرلمان خلال الأيام المقبلة موازنة العام 2019 والتي تخضع حاليا لتعديلات نهائية. قوبلت نسبة ميليشيات الحشد الشعبي الكبيرة من الموازنة بانتقادات ورفض من قبل بعض السياسيين، أكدوا بأن هذه النسبة تعني عدم خروج العراق من المحاصصة الطائفية. كاوا محمد القيادي الكردي في الاتحاد الوطني الكردستاني قال بأن الفروقات الكبيرة بين نسبة ميليشيات الحشد الشعبي وبين البشمركة من الموازنة تؤشر إلى أن توجه بغداد لا يزال يدور في فلك التهميش والإقصاء، متسائلا كيف يمكن حساب حصة الحشد بأكثر من 9 تريليونات دينار مقابل 37 مليار لقوات البشمركة. أكد بأنه لا يمكن القبول كما يقول بهذه النسب المتفاوتة، فقوات البشمركة كما قال قوات نظامية كان لها دور كبير في تحرير مساحات شاسعة من يد تنظيم داعش، ويجب أن تصنف هذه القوات التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية، مشددا على أنه يجب أن يتم إعادة النظر بنسب البشمركة، وإلا فإن الكرد لن يقبلوا بالتصويت وتمرير موازنة تبخس حق البشمركة كما يقول. في نفس السياق قال قيادي في تحالف القرار لصحيفة العربي الجديد بأن هذه الموازنة بنيت بدوافع وضغوط سياسية وتم تمريرها في البرلمان، سيكون صعبا لما ستفتحه من أزمة سياسية بين الأطراف السياسية. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، هذه الميزانية الضخمة 9 تريليونات دينار عراقي لميليشيات الحشد الشعبي في العراق. معنا اتصال أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. بالنسبة لإقرار الموازنة لعام 2019، نعم، يعني احنا جاي نشوف الارتفاعات المضطردة بأسعار النفط، يعني جاي يوصل ما بين 84 85 مرات 87، خنقول كمعدل 80، وخنقول كمعدل 75 دولار للبرميل الواحد. نعم. طيب شلون يقرون الموازنة على 60 دولار؟ هذا الفارق ال 15 دولار للبرميل الواحد يوميا بحدود 150 مليون دولار، هاي وين جاي تروح؟ هاي واحد. ثانيا يجب أن يعيدوا قرار المالكي المصادق عليه من مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية بزيادة رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة، وبأثر رجع من الواحد 7/2013 وإلى الآن اللي لغاه حيدر العبادي، ورفع جميع الاستقطاعات لأنها لا شرعية ولا قانونية.
وإعادتها أيضا بأثر رجعي للموظفين الذين استقطعت منهم. نعم. ثانيا يجب توزيع قطع أراضي على الموظفين. لحد الآن ناس كثيرة ساكنة المزابل وساكنة العشوائيات وساكنة حتى المقابر. يعني أنا أحدثك، أنا عمري 60 سنة ومسؤول عن عائلة لحد أنا بعد إيجار أكثر من 2/3 الراتب أنطيل الإيجار. طيب شلون أعيش؟ مو؟ نعم. ما سووا أي شيء من 2003 إلى الآن، ما بنوا غرفة واحدة الفقير، بل هم من أفقر الشعب العراقي. يغطون على المسؤولين جماعتهم بالاستقطاعات اللي يأخذوها عنوة من الموظفين المساكين. شعب أو ميزانيات العراق يعني أقل ميزانية تعادل ميزانيتين أو 3 لدول مجاورة. وين جاي تروح؟ هم مي حلو، ما جاي يقدرون يوفرون لمحافظة واحدة كهرباء من 91 إلى الآن. بلد ما بي كهرباء، مأساة مهزلة. يعني هذه عيب عليهم أن إذا صدق هم يردون. نعم. إذا يردون صدق على الشغلة أنه أكثر من 2/3 الموازنة يجب أن تذهب إلى الخدمات وإلى الوظائف وإلى البنى التحتية وإعادة جميع المعامل وخاصة الحكومية الملغات، حتى لو كانت تابعة للتصنيع العسكري أحولها إلى تصنيع مدني، ثلاجات وأدوية وغيرها وعصائر ومعامل طابوق وجوز فني وغيره. ليش أغليها تعبث بها الفئران والجرذان والقطط؟ وشكرا جزيلا. أبو زينب من النجف كان معنا. طبعا قيادي في تحالف القرار تحدث إلى صحيفة العربية الجديد كذلك بأن هذه الموازنة بنيت بدوافع وضغوط سياسية، وتمريرها في البرلمان سيكون صعبا لما ستفتحه من أزمة سياسية بين الأطراف السياسية. القيادي الذي طبعا رفض الكشف عن اسمه للصحيفة يعني رأى بأن الحكومة أهملت شريحة النازحين الذين مر عليهم العام الخامس وهم في المخيمات، وتحاول أن ترضي بعض الأطراف من خلال تخصيصات الحشد التي تبنى على حساب غيرها. دعا الحكومة إلى إعادة النظر بهذه النسب قبل أن ترسل الموازنة إلى البرلمان، وما سيتسبب به ذلك من أزمة سياسية كما قال قد تعرقل تمريرها بأكملها لفترة طويلة، مما سيؤثر سلبا على البلاد. يشار إلى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي قد أكد السعي لإرسال الموازنة العامة لعام 2019 إلى البرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة. تعرفون بأن العراق مطلوب تقريبا 130 مليار دولار للدول ولصندوق النقد الدولي وللبنك المركزي الدولي، ديون كثيرة، تعيينات ما موجودة في العراق، هناك بطالة بين صفوف الخريجين الذين يتخرجون سنويا بعشرات الألوف. اليوم هذه التخصيصات الكبيرة 9 تريليونات دينار تثير الكثير من التساؤلات حول هذا المبلغ الكبير بالنسبة إلى عدد يعني المنتسبين من الميليشيات، تقريبا إذا حسبناهم تقريبا 100,000 أو 120,000 منتسب، هذا المبلغ كبير جدا. معنا اتصال من النجف، من البصرة، أبو أسد من البصرة، تفضل أبو أسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شلونكم عيني؟ شلون الصحة؟ أهلا وسهلا بك. الله يحييكم ويبارك لنا مزاجكم. الله محييك. أخي تادي في دوا يرحم لك. أنت تحكي عن الموازنة، الموازنة وين هي هسه؟ الموازنة تقسمت بالجيوب مال أعضاء الكتل ورؤساء الكتل. موازنتي الشعب ما يجوع، هذه يضحكون على العالم. يا موازنة، هو منهم المستفاد تسمى؟ بس هم المستفادين، الأحزاب مالتهم وهم المستفادين، والشعب حشم نقول بوجه طاي حظ شعب 3/4 جبان مو جبان. العتب على الشيوخ، على شيوخ الجنوب. عمي شيوخ الجنوب ساكتين، يزورهم واحد مسؤول يعني فراش ما أخليه والله. نعم. فراش اللي ما أخليه مسوي مسؤول، يروح يزورهم للشيوخ ذول الشيوخ الألفينات وفوق، يطيف كم شدة ويسكت ويبلعها مثل الموس.
يبلعوها. عمي انا صرت معلومه قبل ثلاث ايام، الخميس يوم الخميس صار انفجار مال ميليشيا الخراساني ببغداد، اطوها بالاعلام ما حد اطاها، الدفاع المدني والشرطه الدنيا انقلبت منطقه بغداد جرف النداب. نعم. مخازن مال اعتاد مال سرايا الخراساني، ميليشيا الخراساني. عندكم علم بيها لو لا؟ نعم. اطوها بالاعلام ما اطوها بالاعلام، ذولا كذابين، ناس كذابين عمي، يضحكون على الشعب. هاي 64 تمر من عمرنا و64 مرت القبلها والقبلها، احنا نريد من الشعب يثور يثور، لا ما لا كهرباء لا بطاله لا عمل، كل شيء ماكو، بس الضرائب والميزانيات بدوها مال كهرباء والكيبل، راح اسوي لكم كهرباء دفين، اسوي لكم فلان شيء، وكله كذب كذب. رئيس الوزراء السابق حيدر العبودي مو العبادي، حيدر القندر حسب ما اقول بوجهه. لا لا بدون تجاوز ابو اسد. نعم. اي اسمح لي 10,000 درجه وظيفيه لاهل البصره، وين 10,000 وظيفيه؟ طلعت سوى يقول لك انا طيت وطلعت، ما خلي يحجج اهل البصره يحججوه. اقول له وين 10,000 وظيفه؟ 10,000 وين تخليها؟ المتخرج 2003 2002 2001 المتخرجين كل سنه يتخرجون عشرات الالاف. وين يودي ال 10,000 وظيفه؟ وصلك قطاهم؟ هذا حكي اوام في شبك. نعم. وانا اشكرك. وانا اشكرك. وعلى المعلومه هاي مال الانفجار يمكن الاعلام كلها ما طاعها. نعم ابو اسد. انا اشكرك ابو اسد من البصره كان معنا. اذا 9 تريليونات دينار عراقي التخصيصات لميليشيات الحشد ضمن موازنه عام 2019. نعيد الأرقام اللي 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 ذكرها القيادي الكردي أحمد الحاج رشيد، قال بأن يعني البشمركة موازنتها ضمن وزارة الدفاع تبلغ 37 مليار دينار كما قال، يعني 37 مليار مقارنة ب 9 تريليونات دينار، فرق كبير. وكذلك أشار إلى أنه 12,000 منتسب إلى مؤسسة مكافحة الإرهاب تأخذ 700 مليار و91 مليون دينار عراقي. فروق كبيرة بين موازنات يعني تشكيلات عسكرية موجودة في العراق وبين هذه الموازنة المخصصة لعام 2019 لميليشيات الحشد الشعبي والتي يعني بلغت 9 تريليونات دينار. الحديث عن أنه هناك بعض السياسيين سوف لن يصوتوا على هذه الفقرة أو تمرير الموازنة موازنة عام 2019 يعني يبدو أنها بعيدة كل البعد، لأن القوة الفعلية على الأرض هي لميليشيات الحشد الشعبي ويبدو أنهم يتخوفون. وأكيد طبعا كانت هناك يعني اتفاقات قبل اختيار رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو رأيك أبو أحمد؟ حياك الله. حياك الله. شنو رأيك بهذا المبلغ الكبير 9 تريليونات دينار فقط لميليشيات الحج الشعبي ضمن الموازنة؟ أستاذ عمر، بالنسبة للموازنة هي مختصة بس للحشيد وللشرطة وللجيش وللبرلمانيين، والشعب ما إلى كل شيء بيها، لا من حصة تموينية ولا من مواد غذائية ولا من فلوس ولا من رواتب الموظفين ولا من أي كائن من يكون. فهاي الشغلة هي كلها صارت معاصفة من القيادات للبرلمانيين للوزراء، فهاي كلها مو صالح الشعب العراقي. إذا كان عادل عبد المهدي إذا كان رئيس وزراء يصير ويريد يطلع من هاي الأحزاب ويحاكم ذولا، يحاكم ذولا اللي باجوا أموال الشعب العراقي، اللي دخل الدواعش للعراق، اللي سقطوا الموصل، جامع سارية، الحويجة، الشعب العراقي، العراق كله، إذا يريد يحاسب هذولا وصحيح يحاسبهم بقضاة مدنيين عراقيين يلا يقدر يسيطر. وبالنسبة لهاي اللي هو يسيطر على الأحزاب اللي جتنا من إيران، إذا كان جيش عراقي منظم
ويرجع لنا القيادات الاوليه وتنحل كافه الميليشيات، وهاي القاده الضباط الشادين رتب كليته اركان اللي عم يتركي اللي هو ركن، فهذا كليته كلها درج. هاي فشلت الدوله العراقيه اذا ما يكون قياديين مهنيين يلا يقودون الشعب العراقي، ويكون رئيس جمهوريه ويكون رئيس وزراء ويكون وزير دفاع، يكون مهنيين. يلا العراق قصفة على الميليشيات. نعم. وانا اشكرك استاذ عمر. اشكرك ابو احمد من الرمادي كان معنا. الحشد الشعبي تم الحاقه بالقوات الامنيه كما تحدث اكثر من مره رئيس الوزراء المنتهي ولايته حيدر العبادي، وعلى اساس بانهم قوات تابعه الى القائد العام للقوات المسلحه وتم دمجهم بالقوات الامنيه. السؤال يعني انت اليوم خصصت ميزانيه الى وزاره الدفاع، لماذا يتم تخصيص ميزانية للدفاع، ميزانية إلى قوات الإرهاب، ميزانية إلى البشمرقة، ميزانية إلى الحشد الشعبي، ما أنت تتحدث بأنها كلها قوات للدفاع وكلها قوات للأمن، خليها ميزانية واحدة مقطوعة بحسب عدد العناصر المنتسبة لهذه الوزارة إن كان وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، بدون هذه المحاصصة حتى لا تثير كل هذه الضجة. يعني كل فرقة وكل وحدة عسكرية يمكن هاي مخصص لها مكتوب لها بالميزانية، وهذا يفتح باب السرقة ويفتح باب الفساد في هذا الأمر. 9 تريليون دينار ليس بالمبلغ الهين وليس بالمبلغ القليل لتشكيل واحد في العراق، كما تقول الحكومة بأنه تابع للقوات الأمنية وبأنه تابعة أو متصلة برئيس الوزراء اللي يعتبر بحسب الدستور القائد العام للقوات المسلحة. هذا يدلل على أنه الحشد مستقل ولا يستطيع لا رئيس الوزراء ولا أي مسؤول في العراق التدخل بشؤون هذا التشكيل ميليشيات الحشد الشعبي، وله استقلالية في الميزانية وفي القرار وفي التحرك وفي كل شيء. نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ام ازهار من بغداد، تفضلي ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. حياكم حيا هاي القناه العظيمه وعامليها. الله محييك. ترى صوت عندي متقطع. بالنسبه الى هاي العصابات اللي بدها تحكمنا، اذا هم خلوا الميزانيه هيدا مبالغ الى الحشد، زين هم احسن ما يخلون للحشد هاي المبالغ، خلي اول مره يعمرون البلد، خلي الجفاف اللي بالبصره يسوونه، خلي ينطوهم مي حلو، يعمرون الزراعه، يعمرون الصناعه، يسووا لهم اول مره يحيون هذا البلد وبعدين الحشد، والحشد اذا هو ناطينا هالمبلغ لانه الخزعلي وهادي العمري اكد من زمان مأكد أن وجوده هو يكون بالجيش ضروري بالجيش. هاي المشيات هاي عصابة إيرانية تحكم هاي البلد، لازم يبقون حتى يقتلون الناس اللي عندها مبادئ وعندها قيم وعندها أخلاق لهذا البلد. فشون يصير يخلوها من هاي الحشد أو هذا طبعا هو هذول هذول اللي قاعد يحكمون. بالنسبة إلى وزير رئيس الوزراء، نعم، ما عنده أي سلطة على هاي الحكومة، لأن هم هذول الأحزاب جابوه حتى
يلبي مطالبهم هي هاي مبينة. أول ما بدأوا بالحشد وبعدين تدمير البلد مرة ومرة وأخرى. فإحنا يعني أول شيء ننظر إلى هاي الحكومة إنها حكومة أتعس من الحكومات اللي جاية اللي راحت. يا شعب العراقي انتظروا 4 سنوات انتم في بؤس وفقر ودماء والقتل متواصل والنهب متواصل وكل شيء ما يتغير، كل شيء ما راح يتغير طول ما هالعصابات اللي خشت بالبلد، وخاصة حزب الدعوة دا يشتغل هو هادي العمري والخزعلي في إدمار هذا البلد. هم ما دخلوا بالحكومة ولكن هم راح يدمرون هذا البلد من قبل الأحزاب مالتهم. وأنا أشكرك. شكرا أم أزهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال نعمة من السويد. تفضل نعمة. الو مرحبا اخي. مرحبتين اهلا بك حياك الله. يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله دائما. الله يسلمك الله يعافيك. تحياتنا لكل العراقيين واحبائنا. حياك الله. اخي انا اريد اشارك في شغله معينه. فضل. بخصوص الحكومه والبرلمان الجديد والقديم من 2003 لحد الان القوانين اللي تصدر كلها يعني اكثرها مو كلها خلينا نقول اكثرها هي لمصالح خاصه. نعم. يعني مجموعه خاصه تستفاد اما الاحزاب او قسم من الاحزاب بالاخص قانون يعني الرواتب امتيازات مالتهم والقانون التقاعد هم يعني قانون رفحه وغيره والقوانين اللي يستفادوا منها البرلمانيين اللي دامون فترة قصيرة يحصلون على تقاعد. على سبيل المثال قانون التقاعد 2014 أصدروا أنه اللي مشتغل قبل 2003 وطالع يريد يحصل تقاعد لازم عنده خدمة 20 سنة. زين شنو الغاية من هذا الرقم 20 سنة؟ يعني شنو اللي حطوه؟ زين اللي بينما اللي مشتغل بعد 2003 15 سنة يحق له تقاعد. أنا دا أحكي بشكل عام بينما اللي بشكل خاص يعني قانون رفع المتقاعدين وقانون البرلمانيين واللي حكمون الهيئات الخاصة وما أدري شنو. فيعني أموال الدولة دا تروح هدر في هدر. أنت لو يعني وفلوس العراق كلها دا تروحي. على سبيل المثال يعني أنا عندي أقل من 20 سنة. نعم. ما أقدر أحصل تقاعد لأن طلعت قبل 2003 على سبيل المثال. فإحنا نحكي إنه إنراد يعني البلد انهرش خلينا نقول من الداخل كل قوانين تعبانة. نعم. خلينا نقول فاللي نريد نقوله إنه التغيير شلون يصير التغيير إذا نفسهم دي يرجعون ونفسهم دي هم الامتيازات مالتهم. إنراد يعني قائد جيد، إنراد ناس مسؤولين جيدين يفكرون بمصلحة كل واحد كل مواطن. نعم. مو يفكرون بس مصلحة الأحزاب. وأنا أشكركم هواي وحبيت أشارك بهذا الشيء وبلكي يفكرون بهذا الأمور يعني هذه القوانين اللي تفيد كل مواطن واللي. نعم. تفيد كل شخص. أنا أشكرك نعمة من السويد كان معنا. معنا اتصال أم عباس من الناصرية. تفضل يا أم عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا رد على واحد يسأل الحسد. شلون؟ هو يسأل الحسد ما يسأل يحتعل الحسد يقول شنو يطولة الملايين بالمعزلة ما حتى البرلمانيين الحاميين. نعم استمروا مع عباس حتى واحد. كل برلمان يأخذ 9 ملايين. شنو 9 ملايين؟ 12 مليون ونص. والفقير العراقي بين شهر وشهر يعطونا 300,000. نعم
انت متقاعده ام عباس لو عندك راتب احد من اولادك؟ اي متقاعده على الرعايه الاجتماعيه. على الرعايه يعني الرعايه انا. ايش قد تاخذين بالشهر؟ بالشهر 300,000 دينار على يعني تقريبا شو تولي؟ يعني اقل من 250 دولار، حوالي 240 دولار. وهاي شو تكفي هاي؟ ايه بالمخزن شنو تبي شو تولي؟ وانا عندي جهاز. نعم. تكفيك هاي ال 300,000؟ تكفي. نعم. ما تكفي ها؟ ما يصير واحد شريك يطلع عنده. نعم. ليش احنا احنا مو متعاقدين؟ احنا حجالك؟ نعم. احنا روح لاجئين؟ نعم. الله يعينكم ام عباس ويفرج عن جميع العراقيين. ام عباس من الناصريه كانت معنا، شكرا لك. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا هلا بك. تحيه لحضرتك والقناه الرافدين والكل. حياك الله يا هلا بك، اهلا وسهلا بك. يعني استاذ عمر 9 تريليون دينار تتخصص للميليشيا الحشد، كل هذا المبلغ الضخم حتى يظلون يقمعون بالشعب؟ وحتى يعرف الشعب بأن ميليشيا الحشد هي أعلى من الجيش، وكل هذا المبلغ يعني لو يخصصوه للفقراء والمحتاجين وأعمار المدن اللي دمرت مو كان أحسن؟ لكن بنظر الحكومة الشعب مو مهم، أهم شيء إرضاء إيران وميليشياتها، وهذا المبلغ هو مكافئة للميليشيات اللي قمعت المتظاهرين من أهل البصرة وبغير محافظات. يعني مهتمين بالميليشيات وتاركين الشعب عايش بالعشوائيات وبالمزابل، وتاركين اليتامى والأرامل وأولادهم اللي يشحذون ويبيعون مي وكلينكس بإشارات المرور، ومهتمين بس بالحشد. والعراق من أغنى دول العالم، لكن كل أمواله وخيراته مع الأسف ينهبها هذول الفاسدين من السياسيين والبرلمانيين والمعممين. وننتظر احتمال هم يعني يطلعون ميزانية خاصة للمرجعية، لأنه المرجعية هواية قاعد تشتغل ودا تأيدهم ومساندتهم بكل اللي دا يسووه، وكل هذا والشعب ساكت عليهم. يعني بس اريد افهم ايش وقت يتحرك الشعب ويقضي على هاي الزمره الفاسده اللي حرمتها من كل الخدمات؟ نعم. وراح يجي الشتاء طبعا وتبدا معاناه المواطنين، وباقل زخه مطر تغرق البيوت والشوارع. انا بس اريد اسال وين الجيش ووين ضباط الجيش الوطنيين؟ يعني اريد اوجه لهم سؤال، الضباط ضباط الجيش، ضباط الشرطة، يعني الضباط اللي تخرجوا من الكلية العسكرية وكلية الشرطة، مو ضباط الدمج. أسألهم أنتم من تخرجتوا أقسمتوا قسم الحفاظ على العراق وشعب العراق؟ لو أقسمتوا قسم تحافظون على هاي الزمرة المجرمة اللي هي زائلة لا محالة يعني؟ لو أقسمتوا على حماية الشعب، ليش سمحتوا لهم يغروكم بالأموال وأنتم تعرفون بأن اللي تستلموه من راتب أو مخصصات ما يساوي 1% من اللي هم يستلموه ينهبوه؟ معقولة أنتم الضباط بعتوا وطنكم وفرطتوا بكرامة شعبكم من أجل زمرة باغية؟ أسألكم بالله، يعني أسألكم بالله يا ضباط، تقدرون تحاسبون الميليشيات المنتشرة في كل مكان بالعراق لو طلعتوا قوتكم بس على الفقراء اللي ما عندهم لا حول ولا قوة؟ صدقني أستاذ عمر، أبسط مشكلة إذا تواجه أحد المواطنين تستوجب مراجعة مركز شرطة، تبدأ الرشاوي من باب النظام إلى أن توصل الضابط المركز. هذا بالإضافة إلى تخويف المواطن طبعا بأن قضيته صعبة جدا واحتمال يوصل بها الحكم للإعدام أو المؤبد، وهي بالأساس قضية بسيطة ومادتها حتى تقبل الكفالة. ومن يدخل المواطن الغرفة الضابط اللي مستلم مثلا دعوة يقول له مر لي بالليل، طبعا ليش يعني ليش بس أريد أفهم ليش يمر لك بالليل؟ يقول له مر لي بالليل، أنا اليوم خفر ومني راجعة بالليل، يبدأ يساومه على دفع رشوة، وهي موجودة طبعا بكل مراكز الشرطة. وهي بدل ما ينصفون المظلوم، وطبعا هم دا يشوفون ودا يسمعون شلون المسؤولين الكبار بالدولة يسرقون فيقولون هي بقت علينا. مع الأسف وصل حال العراق إلى هاي الفوضى بظل هاي الحكومة الفاسدة. صدقني أستاذ عمر، البارحة إجاني اتصال من أحد الطلاب جامعة الأنبار كلية التربية قسم إنجليزي المرحلة الرابعة.
نعم. يحلف يمين يقول أنا بتت بالسيطرة ورجعت لبغداد لأنه طردوني من القسم الداخلي، ما عندي المبلغ اللي أدفعه مال القسم 500,000 دينار طالبين من عنده. نعم. ونايم بالسيطرة وراجع الأهل وما عنده إمكانية، يعني هاي مو كان أنتم تساعدون الطلاب، تساعدون الفقراء، تساعدون المحتاجين، هاي طبعا بالإضافة للمستلزمات الدراسية اللي راح يصرفها خلال سنة كاملة، وهاي المبالغ الضخمة اللي دا تخصصوها للحشد وغير الحشد، ما خفتوا من الله؟ يعني ليون تردون توصلون البلد بعد؟ ليون تردون توصلوه أكثر من هذا بعد؟ بس مع الأسف أقول الشعب ساكت عليهم ونعطيهم مجال وبس ينتظر، هسه دا ينتظر طبعا أكثرية الشعب قاعد ينتظرون زيارة الأربعين، شوف ايش راح يسوون بزيارة الأربعين وايش قد راح يصرفون وايش قد راح يخصصوا لهم، كل موكب ايش قد راح يخصصوا له حسب ما عرفت أنا، كل موكب يخصصوا له 10 ملايين دينار هذا اللي عرفته. نعم. يعني هاي الفلوس، هاي المبالغ الضخمة، هاي خيرات البلد أنتم تصرفون بها بكيفكم وتاركين الشعب بهذا الحال، إلى متى يبقى الشعب ساكت عليهم؟ والله إذا ما يثور الشعب ثورة كاملة من كل أطيافه، كل أطياف الشعب، فلا يصير بالعراق خير نهائيا. نعم. وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. أبو ناصر من تركيا، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية إليكم العراقيين ومشاهدين وإلى قناة الرافدين. حياك الله يا حبيبي. حقيقة بس حبيت أعلق على تخصيص مبلغ للحشد الشعبي. نعم. طيب هم دمجوا الحشد الشعبي مع يعني مع الجيش العراقي. نعم. وهذا طبعا يعني لو غضينا النظر عنه مخالفة دستورية ورئيس الوزراء ما يصدر مراسيم، لكن هذا شيء أصبح واقعي لأن بضغط من إيران. يعني لحد الآن هم ما مقتنعين أن الحشد صار من ضمن الجيش، ليش ما المبالغ هذه ليش يفصحون عنها؟ ليش ما يخلونها من ضمن الرواتب، رواتب الموظفين باب الرواتب؟ لكن هذه المبالغ اللي خصصوها أصلاً راح ما راح تتوزع للحشد الشعبي، هي أساس مجرد أنه هذا مبالغ مخصصة للسرقة ونهب أموال الموازنة الجديدة. لأن هو أساساً يعني صار من ضمن وزارة الدفاع. طيب ليش أخصص المبلغ؟ هل هذا تخصيص أنه لوزارة الدفاع الضباط لهم هالقد ولا المراتب لهم هالقد؟ لا، هو باب مخصص لرواتب وزارة الدفاع. لكن هذه أمور دائما الدولة تضحى من أجل السرقة، حتى أنه اللي يجي المدقق الخارجي من يدقق هذا مبالغ خصصت للحشد الشعبي ما راح ينظر بها. وكذلك أنه أصبح الآن الحشد الشعبي شيء مقدس، يعني وخاصة عند أهلنا بالجنوب السبب يقول أنا ضحيت وأنا سويت. نعم. أوكي أنت سويت، ما أنا عندهم رواتب. طيب الحشد الشعبي هم منهم بالأساس، تلاقي 20% منهم اللي لبوا نداء المرجعية وراحوا، أما 80% الباقي هي كلها ميليشيات قديمة نسميها يعني مثل اللي تأدرت صارت إدارية. نعم. واضحة بحيث أنه ما يقول هذا ميليشيا، أنهم الآن يتنرفزون إذا واحد قال كلمة ميليشيا، مع أنه ميليشيا بالتعريف الدولي. نعم. أنه أي مجموعة تحمل السلاح غير وزارة الدفاع. نعم. أو غير الجيش. فلذلك هم يردون يعني يبقون على هذه الميليشيات، يقولهم أنتم أخذوا، أكون مشاكل والله عين واحد ماسك النقاط الحدودية يأخذون الضرائب لهم. نعم. طيب الضرائب وين تروح؟ مو الدولة أساسا إيراداتها من ضمن باب الإيرادات الموازنة الضرائب الحدودية، ليش يأخذون الحشد؟ نعم. يعني هو مع هذا المبلغ أبو علي، مع هذا المبلغ 9 تريليون دينار عراقي، هناك آلاف من منتسبي لميليشيات الحج الشعبي دا يطلعون على شاشات التلفزة وعلى القنوات يقول لك احنا مدى نستلم راتب، مدى نستلم راتب. إيه؟ هي سرقة. يعني هو الموضوع بالرواتب ما يوصل لهذا المبلغ الكبير، اذا احتساب فقط راتب ما راح يوصل، ما معقولة. اخر كلمة قلت لك هذه باب يعني بصفة يعني محاسب توضع بالموازنة حتى يتم السرقة من هناك، أبواب موجودة بالموازنة وإحنا شفناها من كنا موظفين لحد الآن. نعم. هذه الأبواب تخصص من أجل السرقة. نعم. فلذلك هم هذا توزع للميليشيات الموجودة، يعني القوات يقول لك أنا ضحيت، نفسها تيجي يقول لك هم، يعني على سبيل المثال البرلمان يجي. نعم. يصير 4 سنوات ويأخذ راتب زين، أنا مدير عام صار لي 25 سنة موظف بالدولة، قد أخذ راتب تقاعدي ما يتجاوز 700,000،
طيب هذا يجي عضو برلمان ياخذ له 4 سنين ويطلع هو اساسا بس مجرد ارفعوا ايديكم رفع، نزلوا ايديكم نزل، ما الى اي سلطه، ما الى اي قرار، ما الى اي اهميه بالبرلمان، وياخذ له تقريبا حوالي 8 ملايين دينار راتب تقاعدي. نعم هذا بيا قانون. فلذلك هذه اخي هذه ابواب للسرقه لا اكثر ولا اقل. نعم. وهذه الدوله والحكومه الجايه هذا اكيد، لانه ما راح البرلمان يصوت على الحكومه الا يكون من الاحزاب اللي داخله بالبرلمان الان. نعم. فراح تستمر بالسرقه وتستمر بالنهب على 9 تريليون اخي الكريم. يعني احنا هسه جايه المدارس اجت لا اقلام راح لا تاكل الطلاب. يعني والله بدنا نشوف صور على مواقع التواصل الاجتماعي باشر ان شاء الله نحكي عليها، يعني قاعدين بالقاع طلاب قاعدين بالقاع. صدق لو جيت للحشد الشعبي هذول اذا بيهم انسان يقول يا براتبك انطيك اياه، وهو طبعا الحشد الشعبي اغلبيتهم موظفين بالدوله يعني للعلم. نعم. تقول راتبك هذا تاخذه انت مخصي لك مليون او نشكيت لو نشتري رحله للطلاب، يقول لك ايه بس اشوف الرحله بعيني. نعم. مو تقول لي راح اشتري بيها وما اشتري بيها. زين هسه الطالب بالاقسام الداخليه ما عنده يدفع قسط، البيوت هذه اللي مهدم الناس اللي قاعده يعني بتنك وبصفيح ويروحون للفواتح ياخذون شو اسمه الاعلان مال الفاتحه ويخليه بالسقف حتى هسه جاي المطر، وراح تشوف يعني مع الاسف راح تشوف مآسي الشعب العراقي بالشتاء هذا الجاي. زين وين الاعمار بالموازنه؟ وين الاعمار؟ اكو موجود مع تخصيص باب الاعمار؟ ماكو. نعم. لذلك يعني الدولة مجرد أنها تعتبر كأمين صندوق يوزع رواتب للناس لا أكثر، 50% من الرواتب هي كلها مثل ما قالها دامبي هي مجرد فضائيين. نعم. يعني ناس ما موجودين، ناس ما موجودين. فلذلك هذا مخصص، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يعود الأمن والأمان للعراقيين ويحكمنا عراقيين نجباء وعراقيين شرفاء إن شاء الله. نعم. شكرا لقناة الراصدين. شكرا دي. شكرا أبو علي من واسط. معنا اتصال أبو ريم من بابل، تفضل أبو ريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز، هاي بالنسبة لموضوع الحشد. نعم. هاي الحشد الطائفي هذا هو مو سرق كل أموال المناطق، سرق الدوائر، سرق مصافي، سرق هذا مصفع بيجي ها، مو مليارات دولارات، مو سرقوا بضح النهار وكل الحكومة تدري، مو فتحوا بكل محافظة سموها أسواق داعش كذب وزور هي مال المواطنين، انهبوا ما خلوا ها، ما خلوا لا للدوائر حكومية لا للمواطنين آليات كلها يعني هذه ثلاث محافظات، والآن المنافذ الحدودية بيتهم كلها كذب مول الدولة، المنافذ بين المحافظات بين محافظة ومحافظة كلهم التسليب والأتاوات لهم. منين هذه لهم هاي القنوات الفضائية وهالإمكانيات وهالسيارات وهالقصور نهبوا الدولة، نهبوا حق باطل، نهبوا العالم، وهذا كلهم تديرهم احنا يعني على رسمه. هو من هو هذول؟ هم هيدر العبادي، حزب الدعوه، تريد خير، تريد من هذا، حتى هذا عاد عبد المهدي هو اسس المجلس الاعلى بايران ويا محمود شهروردي هذا الايراني اسسه. انت تريد خير من ذولا؟ كل عقلك يعني انت تصير خير بالعراق وذولا اللي كلهم كانوا جواسيس وعملاء بايران وسوريا وبلندن وامريكا، هم كانوا جواسيس. هو حتى اللي جانب المحارم 80 مليون ها؟ نعم. هاي مال مؤسسة الشهداء المتضررين من النظام السابق، هم شنو كانوا؟ كانوا لو سارق، لو جانب المحارم، لو مسوي اللي ما يتسوى ها؟ وكانوا محكومين واللي ها؟ وكانوا الخدمة الجاسوسية أو العفو الخدمة الجهادية مو الخدمة الجاسوسية يعني ها؟ يعني استاذ احنا واسه الشعب العراقي اللي يسمع والزينين يسمعون، انا قلت كلام مو صحيح؟ هم مو كانوا عملاء جواسيس بهاي الدول؟ مو كانوا الحج مو فتحوا اسواق من اموال العالم وبيوت العالم انهبوها بكل محافظه؟ اكو واحد يذكر هذا؟ وهسه هم قتل وابتزاز، الخطف مال خطف القطريين وخطف الاتراك وخطف
هم خطفوا هاي بدت في 79 من الايرانيين رهائن هسه كلهم ذول اللي هسه انا 50,000 هم خاطفين وحاطينهم من اللي اقتلوهم واللي يرجوا يساومون بيهم في مرحله سابقه زين وذول اللي شاركوهم على اساس من هاي المناطق ها يتم نفسه المحمدي والحلبوس وبتشوف هو مو اهلكم اخذوهم وبالرزاز وبالصقلاويه ولا خذوهم بتكريت هم ذولا لو عندهم غيره ما قعدوا ويا ذولا بس لا غيره ولا شرف اخوي ذولا ها باعوا كل شيء هسه قاعد ويا اللي ماخذ اهله وعائلته واخوانه وولد عمه اخذاهم وقدام عيونهم وبشهود ها اللي اقتلوه واللي هسه يساومون عليه واللي ودوه لايران ما نعرفهم بالاسره على الطريقه الايرانيه 20 سنه الاسره ضامنهم ويساومون عليهم هم ذولا رهائن وشغلتهم شرائع وارتجال في الموضوع هذا وانا اشكرك طولت عليكم شكرا مريم من بابل كان معنا نقرا رساله السابق يقول السلام عليكم الحاشد ظهر لفتره بفتوى المرجع السيستاني والآن انتهى دوره لماذا يخصصون له من الميزانية هذا يعني بأنه أتى لخدمة مصالحهم الحزبية ولمصالح إيران موضوع آخر أعزائي المشاهدين اليوم الاغتيالات اللي طالت نساء وناشطين في الحراك الشعبي في محافظة البصرة يعني أثارت الرعب اليوم ثير الرعب بين سكان المحافظة فيما اتهم نواب ميليشيات وأحزاب بالوقوف وراء حالات القتل في المحافظة العراقية مصدر في دائرة صحة البصرة أكد بأن مستشفيات المحافظة تتلقى بشكل متكرر جثثا لنساء ورجال قتلوا رمي بالرصاص من مسافات قريبة موضحا بأن هذه الحالة تفاقمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية لا سيما تلك التي تلت حركة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في يوليو تموز الماضي أشار المصدر إلى أن مهمة دائرة الصحة في البصرة هي تحديد هوية الجثث وتسليمها لذويها قبل أن يتم تحويل ملفاتها للشرطة من أجل إكمال التحقيق ليلة أمس تحدث ضباط في الشرطة في البصرة عن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها ناشط وزعيم قبلي من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة موضحين بأن من نفذ إطلاق النار لاذ بالفرار بعدما قام ب أو أمطر سيارة المستهدف في البصرة معنا اتصال أبو محمد من بغداد تفضل أبو محمد أبو محمد تفضل يلا عيني أهل عزيزي حياك الله يا هلا بيك مو بس على الميليشيات وعلى الحشد الشعبي مالهم نعم أريد يسلطون الضوء على جماعة رفحاء اللي على الحدود العراقية السعودية هذول اللي بالمليارات مو تريليونات شهريا تندفع له أحفادهم دي يستلمون نعم رواتب لا يسلطون الضوء بس على الحشد الشعبي أقول هم مخش الحشد البايخ هذا مالهم هم ومرجعياتهم فالرجاء شيء يسلطون الضوء على رفحاء وعلى الرواتب اللي ذا تندفع على رفحاء نعم عزيزي نعم هذا ما عندي غير شيء يعني بس تسليط الضوء على رفحاء الرواتب اللي والمخصصات اللي تدفع شهريا لرفحاء نعم بالتريليونات تحدثنا فيها في حلقات سابقة وإن شاء الله نتحدث فيها عن هذا الموضوع بشكل يعني أكثر إذا كان هناك مستجدات سوف يعني نتحدث عنها ونسلط الضوء عليها في الحلقات القادمة شكرا لك أبو محمد من بغداد ناشط مدني وهو علي المنصوري من البصرة يعني قال بأن إجراءات قوات الأمن للحد من موجة الاغتيالات في البصرة غير كافية وأوضح بأنه بعد كل حالة اغتيال تصرح الشرطة بأنها ستفتح تحقيق إلا أن الأسابيع والأشهر تمر دون أن تعلن نتائج أو تعلن نتائج هذا التحقيق أوضح بأن سيطرة الميليشيات وفرق الاغتيالات في البصرة حولت المحافظة إلى جحيم لا يمكن احتماله أكد المنصوري بأن هذا الأمر أثار الرعب بين السكان المحليين الذين اضطر عدد كبير منهم إلى البقاء في منازلهم خلال الليل خشية الاستهداف مطالبا حكومة عادل عبد المهدي بالتدخل وفرض إجراءات أمنية في البصرة من أجل بسط الأمن
وفرض الاستقرار. في هذا السياق أعرب عضو البرلمان عن تحالف سائرون في البصرة رامي السكيني عن قلقه من تزايد حالات الاغتيال في المحافظة، وبين في تصريح صحفي بأن بعضها تقوم بها جهات ميليشياوية وحزبية. أوضح السكيني بأن بعض حالات الاغتيال تتم بسبب تصفية النزاعات العشائرية، والبعض الآخر من عمليات قتل تنتج عن خلافات بين عصابتين أو من أجل سرقة الأموال كما يقول، معتبرا بأن ما يجري في البصرة من موجة اغتيالات يعود لكون المحافظة غير مستقرة أمنيا، وانتقد المؤسسة الأمنية التي لم تقم بدورها بشكل الصحيح لتحل محلها الميليشيات والعصابات كما قال. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وللشعب العراقي. أهلا وسهلا. أستاذ إحنا أكون مختصر. يعني ميزانية الحشد تفوق ميزانية الجهاز الأمني في العراق. وهذا ترى فرض من قبل إيران. اقرأ بعدين عندنا الحكومة العراقية هسه تسوي تقوم بعملية تقليم الوظائف اللي موجودة بالعراق. نعم. إجازات الأربع سنوات، وهذا فشي يقول لك أنا أخذ راتب وأخذ علاواتي فخلي أطلع وأنا راتبي موجود، فهذا كله في تدمير العراق. بعدين الحشد أكثريتهم كلهم على عقود، ما عندهم واحد ثابت من الحشد، وأكثرية الحشد هم شباب يعني لا شغلة لا عمله، جهلة أكثريتهم خطيئة وما عندهم أي كفاءة علمية، لهذا اعتمدوا عليهم الحكومة العراقية في تقوية الحكومة. نعم. هم حتى يقوم بها الحكومة مالتهم لأنهم يخافون من الشرطة من كبار الضباط وكبار ضباط الجيش. نعم. عندنا مثلا أستاذ عندنا الحشد الحكومة عرجة عرجاء من 2003، من اللي قواها ومن اللي خلاها تمشي مثل شلون مشيت العرجة؟ الشعب العراقي هو المسؤول عن هذه الحكومة، هو مسؤول عن الحشد، هو مسؤول عن المشاكل اللي تصير بالعراق. يعني هسه أنا أعرف إنهم موظفين بالحشد عندنا يأخذون راتب من الحشد ويأخذون راتب من الدولة راتبهم، وكملوا دراسات واشتغلوا بشهاداتهم يشوفهم يمارسون نشاطهم. نعم. الشهادات بالحسب كل واحد حسب اختصاصه، يعني 3 أو 4 رواتب. نعم. يعني أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. رسالة أخيرة قبل الختام، يقول الميليشيات الآن فقط لحماية مرتزقة إيران في العراق ولحماية المصالح الإيرانية في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها عن تخصيصات لميليشيات الحشد الشعبي في موازنة عام 2019 والتي بلغت 9 تريليونات دينار عراقي، وتحدثنا كذلك عن حالة الرعب والخوف التي تسود في البصرة بسبب عمليات الاغتيالات والخطف في المحافظة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.